أو موسى ما أقبلت قمون حيها يا مرحبا في قدومك يا سنافية يا بنت شيخ على طيبة مربيها تفخر ببوها لي يا حال طارية تقدم كل جديد وحصري. أو موسى ما أقبلت قمون حيها يا مرحبا في قدومك يا سنافية يا بنت شيخ على طيبة مربيها تفخر ببوها لي من حل طارية هذه موسى مهما حد يجاريها مشرية نفسها بالطيب مملية الليلة الليلة فرح والنور كاسيها الله يديم الفرح بوجود راعية يا موسى مهب رحي والقلب حنيها وسوقي لها العود مع هل مبرية يوم اقبل البشت زاهيتها وزاهيها يا حي حضرات جناب الكف ويا حيا يلا عسى فرحتك دامت لياليها وتبقى بيوت الفخر بالعز مبنية يا موسى مهب رحي والقلب حنيها سوقي لها العود مع هل وبرية يلا عسى فرحتك دامت لياليها تبقى بيوت الفخر بالعز مبنية يلا عسى فرحته دامت لياليها تبقى بيوت الفخر بالعز مبنية أو موسى ما قبلت قمون حيها يا مرحبا في قدومك يا سنافية يا بنت شيخ على طيبة مربيها تفخر ببوها ليا من حل طارية هذه موسى مهما حد يجاريها مشرية نفسها بالطيب مملية الليلة الليلة فرح والنور كاسيها الله يديم الفرح بوجود راعية يا موسى مهب رحي والقلب حنيها وسوقي لها العود مع هل مبرية يوم اقبل البشت زاهيتها وزاهيها يا حي حضرات جناب الكف ويا حيا يلا عسى فرحتك دامت لياليها وتبقى بيوت الفخر بالعز مبنية يا موسى مهب رحي والقلب حنيها سوقي لها العود مع هل وبرية يلا عسى فرحتك دامت لياليها تبقى بيوت الفخر بالعز مبنية يلا عسى فرحته دامت لياليها تبقى بيوت الفخر بالعز مبنية جديد وحصري. تم التسجيل والمكساج في استوديوهات رنيم.